لكن في عندنا مثل بيقول لك غني وبحب الهدية. كل أم في حقيقتها وقرارت نفسها من جوا بتحب تشوف جنى ابنها، كل أم. اسمع لوجه الله، لو راتبك 100 دينار، 100 دينار شو بسوين؟ ولا شيء، مش هيك؟ لو راتبك 100 دينار، خصص لأمك دينار من راتبك، دينار، فوت عليها بدينار، فوت عليها بهدية، فوت لك عليها بغرض، فوت لك عليها بكذا، حتى الأم تشعر إنه هالابن اللي أنا ربيته وقريته وعلمته وغيرت له كانت تترك غداها يا رجل، كانت تترك غداها وتقوم مشان تفوتك على الحمام، تترك غداها وتروح مشان تفوتك على الحمام وترجع تكمل أكلها، عمرها ما تأفقت ولا قرفت، وترجع تغسل يديها وتقعد تأكل وتكمل سلافتها وكأن شيء لم يحدث. هاي الأم لما كبرت أنت الآن صرت أنت تقرف، صرت تقرف انك تشرب من وراها كاسه المي. حصل لما حصل؟ اه والله حصل، وهي تخليك تشرب الاول وتشرب من وراك. تحملت منك الاذى، تحملت تغير لك، تحملت تغسل لك، تحملت سهر طول الليل عليك حراره وسخونه، وظلت طول الليل واقفه تهز فيك تهز فيك وانت بتطلع باسنان عليك حراره لانه ابنها قاعد بيطلع، وهي اليوم بتقول لك ان شاء الله بيصير زلمه. الصحابي اللي حجج أمه على ظهره، حجج أمه على ظهره، عارف شان حجج أمه على ظهره؟ يعني أحرم فيها من الميقات، يعني راح طاف فيها 7 أشواط، يعني هي على ظهره طاف فيها 7 أشواط على ظهره، يعني طلع فيها على عرفات على ظهره، يعني نزل على مزدلفة على ظهره، يعني راح على منى على ظهره، يعني طاف فيها الفاضة على ظهره، يعني رمى 7 جمرات كل جمرة يرميها وهي على ظهره. وإجا آخر الحج عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله حجرت بأمي على ظهري هل أوفيتها حقها؟ قال ولا طلقة من طلقات الولادة. ليش يا رسول الله؟ والله يا رسول الله تغلبت وشلت على ظهري. قالوا لا، في فرق بسيط أنت مش ملاحظه، مش أنت حملتها؟ آه حملتها وهي حملتك، آه بس الفرق حملتها وأنت ترجو وفاتها وحملتك وهي ترجو حياتك، وانت شايلها على ظهرك كنت تقول الله أعلم تعيش للسنة الجاي ولا ما تعيش، الله أعلم تظل ولا ما تظل، انت حاملها ومتعد لها أيام متى تموت، حملتها وهي وأنت ترجو وفاتها. ولكن لما هي حملتك كانت تحط إيدها على بطنها وتقول متى بدي كبر يصير زلمة، متى بدي يجي ابني ويصير يناغي ويحبي ودي وأجيبه ودي على الدكان وأشتري له وصير يطلب متى ومتى. فهي لما حملتك كان ترجو حياتك، الفرق بينك وبينها الأمل لقدام لوين كان. عرفت شو الأم؟ عرفت شو الأم؟ والله العظيم يا إخواني إنه الغلاء والبلاء اللي نازل بأمة الإسلام اليوم معظمه بسبب عقوق الوالدين، والله معظم بعقوق الوالدين. سألتكم بالله تسمعوني، في واحد منكم برضى يترك المباراة كرة القدم اللي جاي على التلفزيون بين ريال مدريد وفريق برشلونة ويسمع كلام أمه لو طلبت منه أمه شيء؟ والله ما واحد بيسويها، والله عشان ريال مدريد وعشان برشلونة وعشان فلان وعلان إن الأمة بتستجري تطلب من أولادها شيء لما تكون في مباراة كرة القدم، صحيح ولا مش صحيح؟ والله ما بتستجري تطلب، والله لو تموت من العطش ما قالت لواحد من أولادها قوم مسكين كاسة مي وفاتح فريق كرة القدم، لأن عارف ما راح يرد. فكيف لو قالت روح جيب لنا كيلو خبز ولا جيب لنا كيلو بندورة؟ لأنه هذا بر بكرة القدم وعقوق بالوالدين. والله نص مصايبنا، نص مصايبنا سببها عقوق الوالدين اللي قاعد بصير، وسبب الجحود وقسوة القلوب الموجودة. ولذلك دائما وأبدا هاي بتصير جوا العوائل، عائلات، لا تطلع إخواني شو قدموا، تقول لا أنا لما يقدموا شوف إخواني، لا لا لا، اتسابق مع إخوانك مش تتطلع وتتحاسب مع إخوانك، اتسابق مع إخوانك شو تقدم، مش تتحاسب مع إخوانك، مش تتحاسب مع إخوانك إنه هو دفع 10 بدفع 10 دفع وخمسة بدفع خمسة، يقول لا أنا اللي بدي أسبق على الجنة، يا رب تجعلنا من السباقين على الجنة.